فرصة عظيمة وذهبية لمنشئ المحتوى على اليوتيوب الفترة اللي جاية من أجل زيادة مشاهداته بنسبة 1000000%، مش بس 100%، وده لسببين. السبب الأولاني هو تحديثات اليوتيوب الأخيرة اللي بدأت بالفعل تصب في صالح منشئ المحتوى، وأنا جايب لك النهاردة تحديث بالفعل بدأت تجربته خلال الساعات القليلة السابقة، جربوه أكتر من مرة ولكن لم يصروا عليه الإصرار اللي حصل النهاردة، علشان كده حبيت أعمل عن الموضوع ده فيديو ووضح لك التحديث اللي أنا شايفه هيقلب موازين المشاهدات الفترة اللي جاية، وأي منشئ محتوى مهمل الفيديوهات القصيرة هيعاني وهوضح لك ليه. خلي التحديث ده في آخر الفيديو. تعال بقى للسبب التاني. السبب التاني هو مجموعة من القرارات السياسية اللي بدأت بالفعل اتخاذها مجموعة كبيرة جدا من الدول العربية وأولهم مصر. حظر التيك توك في مصر بدءا من شهر اكتوبر، شهر 10 اللي جاي. الموضوع إشاعة، حتى لو كان إشاعة، هنا منشئ المحتوى على التيك توك هيبدأ يحس بعدم الأمان، فبالتالي هيبدأ يدور على منصة بديلة للتيك توك. فقدامه حاجتين، لإما يروح اليوتيوب لإما يروح الفيسبوك، وفي الحالتين انت كمنشئ محتوى مستفاد. مستفاد ليه؟ رقم واحد، هيبدأ يزيد عندك منشئين المحتوى. رقم اتنين، هتقل المنافسة بين التطبيقات. يعني واحدة من اهم الاسباب التي ادت الى انخفاض الارباح والمشاهدات على اليوتيوب الفترة الاخيرة هو تعدد المنصات الربحية وتعدد المنافسين مع اليوتيوب. يعني في 2015 و 2016 و 2019 و 2020 ما كانش في اطلاقا في الفيسبوك او التيك توك ربح من الاعلانات، ولكن بدأ الفترة الأخيرة الموضوع يكبر وينافسه جوجل أدس، فبالتالي المعلنين بدأ ما كانوا يصرفوا $1000 أو $2000 على جوجل أدس بدأ يصرفوا 200 هنا و 200 هنا و 200 هنا. يعني بدأ يعدد مصادر اللي بيدفع عليها فلوس علشان يعلن عن المنتج بتاعه، بدل الأول جوجل أدس بدأ دلوقتي تيك توك ادز وفيسبوك ادز. يعني بيروح اكتر من مكان اعلاني واكتر من منصة اعلانية، وده سبب اللي ادى الى انخفاض ارباح منشئ المحتوى، وكمان ادى الى انخفاض المشاهدات، لان الاول لما تكون عايز تتفرج على حاجة كنت بتجري جري على اليوتيوب، لكن دلوقتي عندك اكتر من منصة. لما المنافسة دي تقل هنا هيكون عندك ازدهار في المشاهدات على اليوتيوب بنسبة 1000000%، فانت لازم تستغل الظروف دي، وخصوصا ان اليوتيوب قلل شروطه و500 مشترك و3000 ساعة هتبدأ تربح من الداعمين. وعلى فكرة شكرا سوبر شات، كل الكلام ده شغال على اليوتيوب، والداعمين بيبدأوا يدفعوا بالفعل، ومحدش يقولك مفيش داعمين في الوطن العربي. لأ، ده انا دخلت امبارح التيك توك اقسم بالله اتصدمت من كمية الدعم اللي بتحصل في التيك توك. يعني يعتبر من اكتر المنصات اللي فيها فلوس كتير جدا 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 من داعمين. فلما يتحذر او حتى اشاعة، هنا منشئ المحتوى هيبدأ يخاف ويقلق. انا الان ده مصدر اكل عيشي، ده فلوسي، كل الكلام ده انا خايف، لانه خلاص ممكن بكرة او الشهر اللي جاي او اللي بعده يتم حظره، خصوصا بعد لما 8 دول عالمية قررت بالفعل حظر التيك توك بصورة نهائية، وقريبا جدا الولايات المتحدة الامريكية اذا لم تنفذ منصة التيك توك والشركة المسؤولة عن التيك توك بعض من الاوامر من امريكا علشان يتم سماح بالتيك توك في الولايات المتحدة الامريكية، لان الولايات المتحدة الامريكية خايفة ان هم يسحبوا بيانات اللي موجودة في امريكا من المستخدمين، خصوصا ان الشركة دي شركة صينية. فبرضو في مجموعة من القرارات السياسية التي قد تؤثر على التيك توك بصورة عالمية، علشان كده الفرصة دي بالنسبة لنا فرصة عظيمة. نرجع بقى للتحديث الاولاني، تعال معايا وشوف الصفحة الرئيسية. بص الصفحة الرئيسية دي، بص كده بص كده، ايه ده؟ الفيديوهات القصيرة بدأت تظهر فين؟ بص 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 هنا، بص تعال كده، بص
كمان اهو، بص هنا، بص بص كمان، بص كمان اهو هنا. انا كنت فاكر ان الموضوع موضوع فيديو او مره مرتين، ولكن النهارده الموضوع ازدهر بنسبه كبيره جدا، وبدا يظهر الفيديوهات القصيره في الصفحه الرئيسيه بالشكل اللي حضرتك شايفه، غير زمان كان بيظهر كشورتز بس، لا ده بدا يظهر في الصفحه الرئيسيه. فبالتالي هيكون عندك ازدهار كبير جدا الفتره اللي جايه في مشاهدات الفيديوهات القصيره، وخصوصا ان المشاهد بيبدا يهتم بالفيديوهات القصيره لانه عارف انه مش هيضيع وقته داخل الفيديو القصير. فاي منشئ محتوى غير مهتم بالفيديوهات القصيره سيعاني، لان المنافس الثاني اللي داخل مهتم بالفيديوهات القصيره هيستقطب اكبر مجموعه كبيره جدا من المشاهدين المهتمين بالفيديوهات القصيره. فلو انت مش مهتم انت خسران، وهنشرح الفتره اللي جايه طريقه رفع الفيديوهات القصيره على اليوتيوب علشان تبدا تتصدر بها نتائج البحث، وتظهر كمان في ميزات التصفح بنسبه كبيره جدا، ويكون عندك ازدهار في كل حاجه. وعلى فكره اللي انا بقوله لك النهارده ده نتيجه تجارب كبيره جدا 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 في قنوات انا شغال عليها، والفيديوهات القصيره نقلتها 180 درجه. فاوعى تفكر ان الفيديوهات القصيره اليوتيوب حاططها بس علشان ينافس التيك توك، لا ده اليوتيوب حاططها علشان يستقطب ويقعد المشاهد اطول فتره ممكنه داخل الفيديوهات سواء القصيره او الطويله، علشان يهتم بالاثنين. الفيديوهات القصيره لو انت مفكر ان هي ما بتاخدش وقتك، جرب تدخل على فيديو قصير وشوف نفسك هتطلع من الفيديوهات القصيرة انت اكتر بكتير جدا من الفيديوهات الطويلة اللي ممكن تقعد 8 دقايق، لان الفيديو القصير بيبدأ انت تعمل سكرول كده وتبدأ تتفرج على 1 و2 و3، تلاقي نفسك خلصت 100 فيديو في نص ساعة. فهمتني؟ فالفيديوهات القصيرة الفترة اللي جاية هيكون فيها ازدهار كبير جدا في المشاهدات وبرضو الارباح، وبرضو الارباح. علشان كده عايزك الفترة اللي جاية تهتم بالفيديوهات القصيرة على الأقل فيديو أو فيديوهات أسبوعية على الأقل. ما تشتغلش على اليوتيوب بشغل 2023 و2022، لازم تشتغل بالتحديثات الأخيرة اللي بتحصل التي تصب في صالح منشئ المحتوى. هل التحديث ده يصب في صالح منشئ المحتوى؟ بنسبة 1000000%، بنسبة 1000000% يصب في صالح منشئ المحتوى. واي منشئ محتوى لن يستغل الفيديوهات القصيره من اجل زياده مشاهداته وزياده مشتركينه سيندم، خصوصا ان اليوتيوب بدا يعمل تحديثات تساعد على الربط بين الفيديو القصير والفيديو الطويل، وده هيخليك انت كمنشئ محتوى شغال على اليوتيوب تحس ان الفيديوهات القصيره لن يكون لها تاثير سلبي كالسابق. السابق ده امتى؟ 2023. فاحنا في تحديثات، والتحديثات ما زالت مستمره وتصب في صالح منشئ المحتوى. شكرا للجميع، نتقابل في فيديو جديد. انا عايزك تكتب لي في الكومنتات رايك، هل التحديث ده تحديث يصب في صالح منشئ المحتوى ولا ضد منشئ المحتوى؟ انا عن نفسي بقول ان هو يصب في صالح منشئ المحتوى بنسبه 1000000%. طيب هل حظر التيك توك في صالح منشئ المحتوى على اليوتيوب ولا ضد منشئ المحتوى؟ انا برضو بقول ان هو في صالح منشئ المحتوى. نتقابل في فيديو جديد. كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى على اليوتيوب. شكرا لكم.